يا جماعه ده منتخب مصر، دي سمعه بلد، دي سمعه بلد بجد يعني، فاهم قصدي؟ يعني ايه مش عايز لعيب يلعب في الماتش الجاي اصل هيتعور، خايف عليه ما يلعبش النهائي. ايه ده؟ انا شفتها واستغربت جدا جدا، حاجه بص حاجه جدا. وبعدين يا كابتن الاصابه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ممكن واحد اصلا يكون ممكن ماشي في الماتش الشارع يكون ماشي في البيت. فاكر يا كابتن روني لما كان قبل كاس العالم 2018 تقريبا، او قبل كاس العالم لما رجليه حصلت فيها مش عارف ايه، ازازه دخلت في رجليه بوفون، حاجه زي كده يعني. صحيح مظبوط. لا هو مش ممكن في الماتش نفسه بعد 5 دقائق ماتش النهائي يتعور؟ صحيح، وارد جدا، وارد في التدريب نفسه يتعور. فكون ان انت وصلت لدرجه ان انت مش عايز اللعيب يلعب مع منتخب مصر عشان خاطر عنده مباراه مع الاهلي قدام الزمالك او مع الزمالك قدام الاهلي، ده طب اسالك سؤال موضوع بشكل صعب. تاني، ده موضوع صعب جدا. اسالك سؤال بشكل تاني، كابتن حسام البدري حضرتك عارف ان هو الموسم ما قبل الماضي كان رئيس نادي بيراميدز. بعض او 90% من جمهور النادي الاهلي كان في بعض المشاكل الشخصيه ما بين بيراميدز والاهلي. صحيح. في حته الحب والكره. مظبوط. هل الكابتن حسام البدري علشان على راس الجهاز الفني لمنتخب مصر، فجمهور الاهلي شايل حته كده جواه من الكابتن حسام؟ يعني لو كابتن حسام عمل اي حاجه فهو مش متقبلها زياده وعلاوه على ضم رمضان صبحي المنتقد الى بيراميدز اللي جمهور الاهلي اصلا زعلان منه، عدم ضم احمد فتحي، عدم ضم كهربا. شوف كون جمهور الاهلي عنده مشكله مع كابتن حسام بدري، عنده مشكله مع كابتن حسام بدري عشان نحط الامور في نصابها يعني. واي حد يطلع يقول لك ما فيش مشكله، لا في مشكله، وفي مشكله كبيره جدا كمان يعني. بعد انتقال كابتن حسام البدري لبيراميدز على رئاسه النادي في مشكله كبيره مع جمهور النادي الاهلي. بس خلينا نتكلم كلام في الكوره يعني. يعني اكيد حسام البدري مش جايب رمضان صبحي عندك في جمهور الاهلي. لا انا بقول لحضرتك ولا ما خدش احمد فتحي ده كلام كوره عندن في جمهور الاهلي. طيب. اكيد لا طبعا. بس الكابتن حسام لما اتسال عن عدم استدعاء لاحمد فتحي كان رده يمكن ما اقنعش الناس ان هو عايز ينزل بمعدل الاعمار. الشناوي معدي ال 30، طارق حامد معدي ال 30، كوكا ما عداش. لا انا بتكلم بفتكر معاك اللعيب عبد الله السعيد معدي ال 30. هو نسي عبد الله السعيد. تمام، عبد الله السعيد. الشناوي ادي 32 سنه، ماشي في 33 سنه. نتكلم في عبد الله السعيد 35 او 36. انا بقول لحضرتك ما خدش باله من تاريخ ميلادهم بس. ماشي، ما خدش باله يعني. طيب المبرر ده هو اللي خلى الناس يعني كهرباء. هو بص شوف لك حاجه، انت كمدير فني ما ينفعش تيجي تقول ايه، اصل انت مدير فني منتخب. مدير فني منتخب دايما مدير فني مرحله، انت ما بتعدش جيل ل 2025 ولا 2026 ولا 2030. صحيح. انت مش عارف اذا كنت قاعد انت اصلا ولا لا. صحيح. يعني انت لو اتغلبت الماتش الجاي توجو سلام عليكم، مش بعيد ما تجيش من هناك. مش هتيجي في الطيارة الخاص، هتيجي زي طارق مصطفى. كان بجد صحيح. هينسوا جوازك هناك. لا سيبك من جوازك. مش بعيد دي. ترجع مع طارق مصطفى ك اداره فنيه يعني. تمام؟ فما تقولش ان انت بتنزل بمعدل الاعمار السنيه عشان خاطر بتعمل جيل لمنتخب مصر، مش مسؤوليتك انت كمدير فني منتخب. مسؤوليتي انا مدير فني منتخب بشتغل في المرحله اللي انا فيها دلوقتي. عندي تصفيات باخد الاجهز للتصفيات. عندي بطوله افريقيا باخد الاجهز ان شاء الله يكون عنده 40 سنه. تمام؟ مين اللي ينزل بالمعدلات؟ بتوع الانديه. عنده بلان بيشتغل عليها. صحيح. عايز اشتغل السنه الجايه والسنه اللي بعديها واللي بعد ليه؟ لانه دايما عايز بطولات مستمره، لانه دايما هو الاداره اللي بتفكر في كده. تمام؟ فبتنتقل المدربين اللي بيشتغلوا مع المرحله اللي هم عايزينها. تمام؟ وممكن يكلف المدير الفني يقول له بص انا عايز السنه دي مش عايز بطولات بس عايز اكون تيم يشتغل معايا 6 7 سنين او 5 6 سنين. تمام؟ دي الانديه اللي تعمل كده. لكن انت كمنتخب، انا رجل المرحله، هو انت بتشوف اللعيبه دي كام مره في السنه؟ كام مره في السنه؟ اللي ايه يا كابتن؟ اللعيبه بتشوفهم كام مره في السنه؟ كمنتخب على حسب في تجمع. كام تجمع؟ احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا في شهر 11. هتتجمع في شهر كام؟ ممكن 3 3. يبقى دلوقتي طارق حامد 32.5، لا بقى عنده 33 مثلا يعني. بعد بعد 15 عمر. فانت بتتكلم في مرحله قد يجوز المرحله الحاليه احمد فتحي غير مفيد من وجهه نظر كابتن حسام البدري الفنيه. على فكره مش عيب تطلع تقول انا فنيا مش عايز احمد فتحي. ممكن ونختلف ونتفق معاك فنيا. تمام؟ احمد فتحي من اللعيبه اللي انا بشوفها امكانيات رائعه جدا جدا جدا، وما زال محافظ على امكانياته وقدراته في ظل العك اللي موجود في الوقت الحالي. تمام؟ فانت كابتن حسام، انا كان رايي الشخصي يعني كان يطلع يقول يا جماعه المرحله الحاليه انا محتاج فيها محمد هاني وعندي البديل توفيق. ماشي؟ احمد توفيق يعني ماشي؟ هو ده ممكن يقول كده. لكن كون ان انا ابرر
بمرحله سنيه. ما عبد الله السعيد اكبر من احمد فتحي. طارق حامد دخل في السكه اهو تمام. الشناوي وعلي جبر برضه لعيبه مقاربه للسن الفول 30 سنه. انا عارف انا اعلم جيدا كابتن حسام بدري ما بي يعني بيحبش اللي فوق ما بيحبش اللي فوق ال 30. انا اعلم جيدا الحته دي. يعني كابتن حسام ما بيحبنيش 30؟ لا في الكوره 30 وشرطه تمام. يبتدي يبص له كده ايه جاله شد هيجي له مزن جاله الضغط. عايز اروح بس يا كابتن بلال التقريري عشان نرجع نكمل سريعا. يمكن يوم السابع تبقى